أكيد ينضم معنا عبر الهاتف دكتور خالد الحربي وكيل جامعة القصيم للتخطيط والجودة. يسعد صباحك. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا. ويبارك فيكم. يعني ألف مبروك على هذا التحقيق، الفئة الأعلى في تقييم النجوم في منظمة الكيو اس. لو تعرفنا أصلا إيش هي الكيو اس، كيف تم الحصول على هذه الفئة؟ نعم، في البداية تحية طيبة لكم والأستاذ والسيدات، أشكر لكم الاستضافة وهذه المواكبة الجميلة التي عودتمون عليها. الحقيقة الكيو اس عبارة عن منظمة دولية تعنى بالمؤسسات التعليمية بشكل أساسي، لها خبرات طويلة من عام 1996 تعمل على تصنيف وتقييم المؤسسات التعليمية بشكل عام، خصوصا مؤسسات التعليم العالي. هذا التصنيف هو بمثابة اعتراف دولي من قبل جهة دولية مستقلة تعنى بمعايير الجودة والتمايز المؤسسي والتمايز الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص. جميل، ايش هي ابرز المعايير اللي تم الاستناد عليها لحصول الجامعة على هذا التقييم؟ طبعا ما يميز هذا التصنيف او ما يميز هذا التقييم هو ما يسمى نجوم التصنيف الخاص بالنجوم لهيئة او منظمة الكيو اس او الكيو اس ستارز ريتنج، اللي هو تصنيف او تقييم النجوم الخاص بهيئة الكيو اس. هو عبارة عن محكات اكاديمية تعتمد على التعليم والتعلم والتعليم الإلكتروني. هناك محكات تختص في هذه المجالات، أيضا ممارسات ومعايير معينة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية، المنظور الاستراتيجي المؤسسي للمؤسسة التعليمية، الطبيعة التخصصية، ما نوع هذه المؤسسة التعليمية، هل لها تنوع تخصصي، هل تهتم بمجالات تخصصية معينة، أيضا النظرة الدولية، هل لهذه المؤسسة التعليمية منظور دولي، لها سمعة أكاديمية، لها طرق في بناء السمعة الأكاديمية بإمكان الجهات الدولية تتعرف عليها أو تبني سمعة أكاديمية دولية، جوانب البحث العلمي وما يتعلق بالبحث العلمي والاستشهادات العلمية، أيضا تعتبر من أهم المحكات لمثل هذه العمليات التطويرية، أيضا تأخذ حيز ومعيارا مهما في هذا التصنيف وهذا التقييم. طبعا لكل منظور من هذه المناظير مجموعة من المعايير الفرعية تندرج تحتها، يتم تحكيمها ويتم الاطلاع عليها وتحليل بياناتها حتى تأتي النتائج النهائية لعمليات التقييم. جميل، ألف مبروك مرة ثانية دكتور خالد الحربي وكيل جامعة القصيم للتخطيط والجودة. موفقين يا رب.